أهلا وسهلا فيكم من جديد. وصلنا معاكم لآخر فقرات دنيا يا دنيا، دائما زي ما عودناكم مع المطبخ. واليوم رح تكون معنا أخصائية التغذية رزان شبحات. هاي رزان، هاي كيفك؟ تمام الحمد لله. أول مرة معي بالمطبخ. أول اليوم. مرة أنا بكون معك. خلص تعلمك إيش جديد اليوم. أكيد لازم. اليوم بدنا نعمل إيش؟ عرايس. رح نعمل عرايس لحمة ونتحلى بالأبل سترودل أو جدول التفاح. آه طبعا هذا خفيف. خفيف اوف كورس، احنا دائما لما بنطبخ انا وربا بنطلع بالاشياء الخفيفه. بدي دائما انت وربا. طيب رزان، قبل ما نبدا بدي انوه لبعد رمضان انت رح تعملي زي برنامج للمشاهدين، تحكي لنا اكثر عنه. مزبوط، هلا نحن حكينا عنه قبل مره، رح ارجع مره ثانيه اخبر جميع المشاهدين اللي حابين يخففوا وزنهم. نحن رح نعمل فقره بعد رمضان رح تبدا ان شاء الله، رح نخفف وزن الناس، يعني يعملوا رجيم معي بلايف بيجوا عندي على العيادة ومنصورهم بفقرة ومنعطيهم برنامج دايت ليخففوا وزنهم. ممكن كمان إذا محتاجين لرياضة برضو نشاركهم برياضة. هاي كلها طبعا رح تكون من رؤية مقدمة مجانا. ورياضة مع مين رح تكون؟ مع عمار على مع الأغلب. exactly. فعلشان هيك اللي حابب إنه يخفف وزنه معانا بس يبعث لنا على الإيميل تبع دنيا يا دنيا تفاصيل معينة زي الطول والوزن، نحن رح نعرضها الأسئلة اللي احنا بحاجة لها على الفيسبوك وبيبعث لنا التفاصيل هاي، واحنا بنختار من المشاهدين شخص او شخصين حابين يخففوا وزنهم ومنتابعهم تقريبا لمده شهر او اكثر حسب قد ايه هم بيحتاجوا. فاي حدا حابب يعمل معنا رجيم على طول يبعث اسمه والتفاصيل تبعته. عشان المشاهدين اذا بتحبوا تبعتوا ايميل دنيا يا دنيا هي موجود على الشاشه امامكم، تبعتوا لاخصائيه التغذيه رزان شبحات. طيب. هلا نبدا نطبخ. قبل كمان ما نبدا نطبخ بدي انوه انه بكره فقره المطبخ راح تكون من زارا اكسبو ومع الشيف غاده التلي وديالا الدباس، اكيد راح تكون معاكم هي والشيف غاده، فبكره راح تكون من زارا حلو. اكسبو تغيير تغيير اه يعني تغيير عن الاستوديو. فيري جود. اوكي يلا نبلش. جاهزين؟ حابه تقرا المقادير اول عرايس اللحمه؟ اوكي يلا نقرا المقادير. 10 خبز عربي صغير اسمر، نص كيلو لحمة مفرومة، حبتين بندورة، حبة بصل، حبتين ثوم، 3 ملاعق طعام معجون طماطم، نص حبة فلفل أخضر، معلقة صغيرة ملح، نص ملعقة فلفل أسود، وملعقتين صغار بهارات مشكلة، وملعقة زيت كانولا. كانولا؟ كانولا. كانولا اوكي. هلا هذا زيت الكانولا مايس هو من اكثر انواع الزيوت المفيده لانه نسبه الزيوت المشبعه فيها كثير قليله، فعلشان هيك نحن دائما بنحبذ انه نستعمله دائما بطبخنا، حكينا عنه كثير بالتفصيل. وهو افضل الزيوت للطبخ طبعا، خاصه اذا كنا بدنا نقلي او يتعرض لحراره اكثر. زيت الزيتون بنستعمله اكثر بالسلطات. هلا لنبدا نحضر العرايس اللحمه، بنجيب اللحمه المفرومه بنطلبها مفرومه ناعمه وعجل طبعا، وبنحاول انه ما يكون فيها دهن ابيض، زي ما شايفه قد ايه لونها احمر كثير. احمر كثير ما فيها دهن. بالضبط، ونضيف لها الفلفل الحلو منقطعه كثير صغير لحتى يعطي النكهه، الفلفل الحلو كثير بيعطي نكهه طيبه بالعرايس. وكمان ما بننسى البصل، قد ايه مفيد البصل كمان، فيه كثير انتي اوكسيدنتس. بنضيفه كمان للخلطه تبعتنا. والتومي كمان. تومي. والبندورة، هاي طبخة كتير سهلة ميس. لكل اللي العرايس سهلة. سهلة كتير. معرفة إنها سهلة. بالضبط، خاصة للناس اللي بحبوا ياخدوها وما يكون عندهم وقت كتير. كمان لأنها لما مرات بنشتريها جاهزة بيكون فيها كتير دهن، اللحمة بتكون شوي دهنية، فعشان هيك إحنا بنفضل إنه إحنا نعملها بالبيت، نعرف نوع اللحمة بتكون أخف. يعني هي العرايس بتشبع بس خفيفة. هي يعني وجبة كاملة لأنه نحن يعني دائما نتذكر إشي. نحن حطينا الخضرة مايس، حطينا النشويات اللي هي الخبز، وحطينا كمان اللحمة اللي هي البروتين، فهيك وجبتنا صارت كاملة. هلأ بنخلطهم كلهم مع بعضيهم وبنحط البهارات والملح. بنحط زي ما قلنا معلقة ملح صغيرة، دايما نحن كمان كتير بنفضل انه نخفف من الملح قد ما بنقدر، ورشة جوزة الطيب وبهارات مشكله، قلنا بنحط معلقتين. بنكثر شوي من لانه هي البهارات اللي رح تطلع طعمتها اكثر. وبنحط شويه قرفه.
وفلفل أسود طبعا حسب النكهة. هلا في اشخاص كمان ممكن اذا بيحبوا الفلفل الحار ممكن يضيفوا لها الفلفل الحار الاخضر كمان قطعة صغيرة معها بتزبط. حركهم كلهم مع بعض. لحتى تتخلط البهارات مع البندورة والفلفل والبصل والثومة. هي شكلها مشهي من دون ما تنطبخ بس لازم تنطبخ خاصة اللحمة صح؟ أكيد. وصحية وسهلة وسهلة للصغار كمان يعني بيستسهلوا تناولها وجبة كاملة. ممكن نعمل جنبيها صحن سلطة أو صحن لبن بخيار. هلأ نحن بالصيف خاصة كتير منتناول اللبن وخيار ببرد كتير مع طومة بالضبط. هلأ هيك تقريبا انخلطت كليتها مع بعضيها. أوكي. هلأ صارت الخلطة جاهزة. منجيب الصينية اللي بدنا نحط فيها. هلأ أنا اليوم استعملت الخبز الأسمر. طبعاً في أشخاص ممكن يستعملوا الخبز العادي بس إحنا بنحاول زي ما قلنا ندخل شوية القمح أكتر خاصة إنه رح يتحمص فبيكون كتير أحسن. وزي دايماً نحن بنحط بس بالريشة بالبرش شوية زيت. هذا زيت الكانولا. رزان الزيت فيه دهون؟ هو دهون يعني بس هي دهون نباتية هون إحنا عم نحكي وهاي الدهون النباتية ما بيكون فيها دهون مشبعة اللي هي ممكن تأثر علينا سلبيا. هلأ ومنبدأ منحط الخلطة تبعتنا بالخبزة منوزعها تقريبا بهاي الطريقة وعادي بيستوي جوا الخبزة تستوي طبعا. هلأ منحطها على حرارة متوسطة بالبداية لحتى تسوي لأنها لحمة مفرومة فبتسوي كتير بسرعة ومفرومة ناعمة. منوزعها هيك ومنحطها. نعمل كمان واحدة طبعا. هاي الكمية هي تقريبا نص كيلو بتكفي لأكثر من 10 قطع بس نحن اليوم رح نعمل بس 2. منوزعها قد ما بنقدر بالخبزة لأنها كمان بترجع شوية بتنشف. That's it. هلا وين بيجي الدسم بالعرايس؟ انه في كثير ناس بغرقوها بالزيت من تحت ومن فوق، نحن مجرد انه حطينا بالريشه تحت بس وبنرجع بنحط كمان بالريشه فوق كمان. على وجه الخبزه بس لحتى تطرى، ومعجون البندوره اللي حطيناه مع البندوره هو اللي رح يطري الخبزه ويعطيها الطعم الطيبه. اوكي رح تطلع الخبزه طريه. بالضبط، فهيك بيكون تقريبا خلصت العرايس. بنحطها بالفرن على حرارة متوسطة. أهم شيء نتأكد إنه اللحمة كتير تستوي ما تكون لساتها رو من لونها طبعاً. قديم نتركها؟ نتركها تقريباً 3 ساعة لنص ساعة على حرارة متوسطة لحتى يتحمص الخبز وتستوي العرايس. هلأ إحنا رح نتركها جوا هيك صارت محمصة واللحمة من جوا مستوية كتير منيح. طبعا بدي اذكر المشاهدين كمان مرة انه احنا بكرة رح نكون من زارا اكسبو مع الشيف غادة. بيقدروا بشوفونا من زارا اكسبو. اوكي. نرجع منكمل الابل سترودل. يب.